كان لي لقاء منذ لحظات مع رئيس الاتحاد الجزائري شرف الدين عمارة، اللي طلبت منه تصريح سواء على المباشر أو مسجل، لكنه اعتذر بكل لباقة. قال لي خالد ليس الوقت الحالي للتصريح، سواء فيما يخص خروج المنتخب الوطني وإقصاء المنتخب الوطني، أو فيما يخص أيضا الأخبار التي تم تداولها عبر كل وسائل الإعلام تقريبا فيما يخص حالة الفتور والعلاقة بينه وبين الكوتش جمال بالماضي، وأيضا ما حدث داخل بيت المنتخب الوطني. طلبت على الأقل تصريح فيما يخص القرعة التي ستكون بعد ساعة وربع من الآن. رفض ذلك جملة وتفصيلا. قال خالد أعتذر بلباقة، وسيكون لندوة صحفية، سأعزم على عقد ندوة صحفية بعودته إلى الجزائر. طبعا سيتنقل رئيس الاتحاد الجزائري إلى الجزائر بعد القرعة أمسية اليوم، سيعود إلى الجزائر. كان ممتعض، كان متأسف، قال أنه ما حدث من تهجم على شخصه، على أيضا كثير من الإشاعات فيما يخص علاقته مع الكوتش جمال بالماضي، فندى ذلك جملة وتفصيلا، وقال أنه أنا أتأسف كثيرا على ما تم تداوله. نقطة أخرى، عز الدين سيد شرف الدين عمارة حسيناه متأسف وحسيناه محبط بعد ما وقع سواء للمنتخب الوطني الجزائري أو حتى أصبح يحمل المسؤولية. حسيناه قال أنه أنا أملك شخصية وأملك يعني رصيد وسيرة ذاتية، وعنده وقالها بصريح العبارة، قال أنه واحد ابن عائلة يستحيل أنه يشتغل في مثل هكذا ظروف بعدما كانت الكثير من السهام تطلق. لكن طبعا هذا كان حديث جانبي مع رئيس الاتحاد الجزائري عندما سيفصل فيه ربما بعودته إلى الجزائر.